محمد بوديا المجاهد والمسرحي الذي وهب حياته للنضال بالسلاح والقلم، واحد من أسود ثورة التحرير الوطني، وضع خبرته لاحقا في خدمة القضية الفلسطينية قبل أن يسقط شهيدا على يد المخابرات الصهيونية في جوان 73. مسار نضالي حافل استذكره المشاركون في ندوة تاريخية تزامنا والذكرى 50 لاستشهاد الرجل. نحن هنا اليوم نحيي ذكرى استشهاد رجل عظيم مناضل قدم حياته من أجل عدالة القضاء التي يتبناها. هو مناضل جزائري المولد فلسطيني الهوى، قدم تضحيات كبيرة من أجل دعم القضية الفلسطينية، شارك في عمليات كبيرة ضد قوى الاستبداد الصهيونية في أوروبا. الشهيد محمد بودية هو نموذج لكل جزائري، نموذج لكل جزائري قدم للقضية الفلسطينية. هناك من قدم المال، وهناك من قدم السلاح، وهناك من قدم النفس، وهناك من قدم الفكر، وهناك من قدم الاستراتيجية، ولكن دائما وأبدا نقول بأن قضيتنا مع فلسطين ليست قضية تضامنية، بل هي قضية مشتركة في مصير واحد وموقف واحد. الندوة التي عاد فيها المشاركون إلى مختلف مراحل المسار النضالي للرجل، وكيف جمع بين الفن والصحافة والثورة والالتزام الراسخ بالقضايا العادلة، كانت فرصة لتكريم بعض من أفراد أسرته الحاضرين. كانت عندي يدرولاسيون تليفونيك، كان يعيط هكذا مرة في سمانة، هكذا سمانة عرفت صوته. المرة الأولى اللي شفت الأب تاعي شفته في الصندوق، قعدت لي إيماج جرافي في الصندوق هذيك، إلا في سوريا سي كالكان اللي كان فرحان بالموت تاعو، سبحان الله العظيم، ميت يضحك، عينيه محلولين ويضحك، وإحنا فخورين. ندوة جنود الذاكرة التي نظمتها جمعية مشعل الشهيد، والتي أحيت في نسختها الأولى تاريخ الشهيد محمد بوديا، ستكون فضاء جديدا لإحياء أحداث وبطولات التاريخ الجزائري والحفاظ على الذاكرة.